إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الأوفياء، متابعي قناة شوف تي في أينما كنتم. نرحب بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. متابعينا الكرام، جيت نتحدث معكم على موضوع جد مهم اللي هو موضوع ديال الساعة، في انتظار تلتحقوا بنا من خلال البث المباشر. يجوا باقي المتتبعين الأوفياء، وضعنا واحد الرقم للاتصال بطبيعة الحال، ممكن أنكم تلتحقوا بنا من خلال مكالمة هاتفية. إذا الصوت دايز مزيان. قلت الموضوع ديال الساعة، ألا وهو سوق التذاكر السوداء بقطر. أكيد لأن مجموعة من الناس حاولوا لأنهم يستغلوا للأسف الشديد شغف المغاربة والحب ديالهم للمنتخب الوطني المغربي، واستغلوا إعادة بيع التذاكر بواحد المبلغ خيالي. متابعينا الكرام، كاين تذاكر اللي وصلت ل 12000 درهم، كاين تذاكر اللي وصلت لمليون ونص. متابعينا الكرام، وكيفاش كيتم استغلال ربما يعني المغاربه من اجل يعني متابعه كره القدم في المقابله الحاسمه امام المنتخب الاسباني يوم الثلاثاء المقبل. اذا شنو هو الراي ديالكم؟ خصصنا واحد يعني الرقم من اجل الاتصال والتواصل معنا بطبيعه الحال لابداء الراي ديالكم من خلال تعليق، من خلال الاتصال المباشر على قناه الشعب دائما شوف تي في. اذا متابعينا الكرام، غنحاول نقرا التعليقات ديالكم. مجموعه من التعليقات، كاين مافيات متابعينا الكرام، مافيات اللي كانوا كيعيدوا كيشريوا تذاكر باثمنه اللي هي يعني اثمنه اللي هي منخفضه جدا، وكيعاودوا يبيعوها. وشفنا التحقيق اللي داروا الزميل العقاوي رفقات مجموعه من يعني الساده يعني الزملاء الاوفياء اللي كيديروا التغطيه على يعني قناه شوف تي في من هناك من قطر. الزميل سمير، السي خليفه، نبيل، كل يعني الزملاء الصحفيين اللي مواكبين هناك، كل صغيره وكبيره، ومع المواطن المغربي بقطر. اكيد لان المقابله الحاسمه اللي كتنتظر المغاربه يوم الثلاثاء المقبل لربما تقدر تفرح الشعب المغربي، ويكون لقاء اللي غيمر به يعني المغرب نحو الدور الربع النهائي، وغيكون يعني تاريخي بحول الله، وكلنا امل في اسود اطلس لانهم يحقوا يعني المعجزات. اذا غنشوفوا كاين مافيا ديال هنود، كاين بزاف ديال الناس اللي خداو تذاكر باثمنه اللي هي منخفضه، وتم إعادة يعني البيع ديالها متابعينا الكرام بأثمنة بايضة. شفنا كيفاش ناس كيطلبوا 8000 درهم، كاين ناس اللي كيطلبوا 10000 درهم، كاين 12000 درهم. بطبيعة الحال يتم استغلال ربما الحب ديال المغاربة للمنتخب الوطني المغربي وما يحققه من إنجازات. أنا كنقولها للتاريخ، لاعبين المخضرم بقيادة المدرب الموهوب اكيد الداهية وليد الركراكي. اذا غنحاول نقرا التعليقات ديالكم، وغنشوف لربما في انتظار يعني الاتصالات ديالكم متابعينا الكرام، غنحاول نقرا التعليقات ديالكم. شنو هو الراي ديالكم بخصوص هذا الموضوع؟ شنو هو الراي ديالكم؟ نحاول نقرا هنا. السلام عليكم، انا كنقلب على شي خدمه في كما كان، الله يجازيكم بخير. ممكن تواصل خويا مع الاداره، غادي يحيلوك على الزملاء الصحفيين في مختلف، نشوف هي المدينه ديالك، غتواصل معاهم، غادي يعطيوك يعني الزميل الصحفي اللي غيكون في المنطقه ديالك، وان شاء الله باذن الله يقدر يصور معك. 10000 درهم للتيكي، نعم سيمو، سيمو 10000 درهم اخي للتيكي، اللي كان الان واصل حتى 12000 درهم و55، قلت واصله ل 12000 درهم، وحتى بطبيعه الحال ل 15000 درهم اللي واصله. بزاف ديال المغاربه ما لقاو يعني بزاف ديال ما لقاوش لي تيكي. كنشوف مجموعه من التعليقات المتابعين اللي كيوصلوا لنا الان من خلال البث المباشر، واكيد نتمنوا على ان كنا كنأملوا على ان يتم توفير للمغاربه بطبيعه الحال عدد كافي من التذاكر. تدخلات يعني الجهات المسؤوله وتم توفير لربما 5000 تذكره اخرى اضافيه، ولكن واش كافيه بالنسبه لكم متابعينا الكرام؟ كنشوفوا شحال ديال الرحلات اللي غيمشيو لقطر وغيبقاو بدون يعني تذكره. كيفاش غادير تدخل الملعب؟ وكتشوف الهنود، كتشوف مجموعه من الدول اللي مسيطرين، لربما كاين اللي خدا ب 100 تيكي وكيعاود فيها البيع، كاين اللي خدا 100 تيكي بمحتمل اللي هو يعني المنخفض جدا وكيعاود فيها البيع. يعني فورتون، كاين الناس اللي متحكمين في هذا السوق السوداء بقطر
في نظرك انت متابعينا الكرام، في نظرك انت كيفاش كتشوف هاد يعني السوق السوداء، الطريقه باش اللي تم التدبير ديالها بقطر؟ كاين كيقول كل واحد شنو كيقول، كنحاول نقرا لو ماكسيموم ديال التعليقات ديالكم اكيد متابعينا. كنحاول نشوف التعليقات ديالكم. تحياتي خويا منصف من قلب الحسيمه، حافظك الله ورعاك، صراحه كنت من الاوائل في قضيه ريان من جماعه اغرى. الله يحفظك، شكرا جزيلا موسى. نحاول دائما متابعينا الكرام يعني نستقبل الاتصالات ديالكم. ممكن انكم تواصلوا مع هذا الرقم اللي درناه في العنوان 0625 58 26 22، ممكن تكتبوه في التعليقات وتواصلوا معنا على المباشر وتعطيونا ابداء الراي ديالكم، او انكم تخليوا يعني التعليقات ديالكم من خلال البث المباشر وغادي نقلوها لكم بطبيعه الحال. هناك عصابات من طرف يبعثون تذاكر بثمن خيالي في الاسواق السوداء، ويجب على قطر النظر في الامر، لهذا يجب على كل مشجع من الفريقين يعني الفريقين الاولى بطاقه هذه المباراه. كيقول لك زعما الفكره اللي بغى يقول يعني احد المتدخلين هنا من خلال التعليق، يعني المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الاسباني اولى من الناس ديال الهنود ولا كوستاريكا ولا البنغلاديش ولا الجزائر. نوفروا بعدا للمغرب للمشجع المغاربه والاسبان، ومنين ما نلقاوش يعني المشجع المغاربه والاسبان عاد ديك الساعات نبيعوا يعني لوحدين اخرين. اكيد لو تم تخصيص مثلا واحد 2000 و3000 تذكره للاجانب ونخليو، لان مقابله حاسمه. المغرب كتعرفوا العدد ديال المشجعين المغاربه اللي كيمشيو وكيشجعوا المنتخب الوطني المغربي، ناس مهووسه بكره، الناس كتنتظر فقط على انها كاين اللي باع موتورو مشى كيشجع المنتخب الوطني المغربي، ناس كتحمق على كره متابعينا الكرام. فباش نخصص واحد العدد ديال التذاكر محدود، ولا ما بقاش يعني ذاك العدد ديال التذاكر ما بقاش، يعني الا بغيتي خصك تمشي تقلب على شي هندي ولا شي واحد مشي دوله معينه، الا لقيتي عنده شي تذكره وكيبقى يتفشش عليك. راه شفتوا التحقيق اللي داروه الزملاء الصحفيين هناك، كاين اللي كيطلب 15000 درهم. بغيتي تتفرج في المنتخب الوطني المغربي خصك 15000 درهم ولا 12000 درهم ولا 8000 درهم، هو وجوده هو باش هو كيتفشش عليك واش يبيع لك ولا ما يبيع لك. وتصور ناس اللي غاديين قاطعين كيلومترات وغاديين حتى القطار وغيلقاو راسهم ما غيتفرجوش، غيتفرجوا في القهوه ولا غيتفرجوا في الزنقه ولا غيتفرجوا في هذا، ما غيقدروش يدخلوا، هو مقطع البي ديال الطياره الي روتور، كيفاش غادي يدير؟ اذا هنا اشكال متابعينا، في نظركم انتم شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ واش يعني المسؤولين ديالنا على المستوى المحلي هما كيتحملوا المسؤوليه؟ واش شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ عطيوني التعليقات ديالكم وانا كنحاول نقرا التعليقات. خويا منصف، علاش الهند غير موجود من الموديل عندهم تذاكر؟ قال لك زعما الهند علاش هما ما كاينينش في المونديال؟ اكيد حنا ماشي ضد على ان الهنود يجيو يعني يستمتعوا بالمونديال، هو المونديال ديال العالم، اكيد لان من حقه الهندي باش يجي يتفرج في المونديال، ولكن المغربي اولى، لان المقابله اللي غتلعب ديال المغرب وديال اسبانيا، المغربي اولى والاسباني اولى. عاد داك الساعات نخصصوا واحد العدد معين ديال التذاكر للاجانب اللي ما عندهمش علاقه بهذا الماتش. اذا دائما معكم هاد صراحه هاد الفلاش اللي داير شويه ديرونجاني، غنحاول نحيدو غنواصل معكم. تحياتي من سالة، تحيه متبادله سي عثمان، تحيه لكل الساده المتبعين الاوفياء. ايوب داودي، مجموعة من التعليقات اللي كيجوني، كنحاول نقرا لو ماكسيموم ديال التعليقات، اكيد الاتصالات ايضا نحاول على انني نجاوب على لو ماكسيموم. شنو الراي ديالك؟ اعطيني خليني الراي ديالك بخصوص هذا الموضوع. شنو هي التوقعات ديالك يعني النتيجه ديال المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي امام اسبانيا، مقابله حاسمه اللي لو تم الفوز على المنتخب الاسباني غتكون احتفالات هستيريه في المغرب، غيكون لاول مره المنتخب الوطني المغربي غيتمكن من الفوز على يعني اسبانيا في الكاس العالم والتاهل الى الربع النهائي رفقه يعني باقي المنتخبات اللي تاهلات اللي كتبقى منتخبات كبيره بطبيعه الحال رفقه الكبار. اذا المغرب كيشرف يعني المغاربه وكيشرف العرب وكيشرف الاسلام وكيشرف يعني الجميع. كنشوفوا مشجعين من قطر من الكويت من مصر من 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 جميع الدول العربيه اقتنوا يعني التذاكر وغاديين كيشجعوا المنتخب الوطني المغربي. فكان خاص يعني بصراحه على اننا نتعاملوا مع هذه الجماهير اللي حجت من كل حدب وصوب لقطر بواحد الطريقه اللي تكون معقلنه للاسف الشديد، اللي ما لقيناهاش. وكنشوفوا كيفاش كيتم استغلال يعني المغاربه من خلال هذا السوق ديال التذاكر السوداء بقطر للاسف الشديد. اذا
بزاف ديال المغاربه لقاو مشاكل بكل صدق في الحصول على تذاكر المغرب ضد اسبانيا، وكتباع في السوق السوداء بثمن لا يخطر على البال، ثمن اللي تذكره وصلت ل 15000 درهم. كيفاش السيد جايب الي روتور ب 5000 درهم ولا 6000 درهم وغيمشي يخلص 10000 درهم على التذكره باش يدخل يتفرج في المنتخب؟ كيفاش غادي يدير لها؟ اذا هنا واش انا في انا براسي راسي كيحرقني، شكون اللي مسؤول على هذه العمليه ديال تنظيم سوق التذاكر بقطر؟ اذا دائما كنحاول بقى فينا الحال بزاف على ناس مساكن اللي ما جبروش الشيكي. اذا اسمحوا لي الصوت ديالي شويه ماشي هو هذاك لان عيان. صراحه اخي منصف بقى فينا الحال بزاف على ناس مساكن اللي ما جبروش تيكي. اكيد راه ماشي سهل باش تخلي الغالي والنفيس باش لربما تبيع الموتور ديالك وتنتقل لقطر وتجي وتبغي تشري التيكي وما تلقاش التيكي وتلقى واحد. احنا ما كنقولوش ماشي من حق الهندي على انه ياخذ تيكي ولا الجزائري ولا الباكستاني ولا اي دوله معينه، كنا بحال الحمد لله. ما كنقولش ماشي من حقه ياخذ تيكي، ولكن لربما المغربي اولى لان المقابله كتهم المغاربه والاسبان. نخصصوا تذاكر معينه، عدد ديال تذاكر الاسبان والمغاربه، وعاد ندوزوا لدول واحده اخرى من حقهم تما يتفرجوا، ولكن نشوفوا الدول المعنيه بالامر. خاصنا نضغطوا على حاكم اللي غادي يحكم المغرب. اذا غنشوفوا مجموعه من التعليقات. صراحه اخي منصف قامين الحال كنشوفوا تعليقات مربوحه بلانتيات ان شاء الله. سيمون نتمنوا من عند الله الخير، الله يسمعنا شي خبر ديال الخير والله يفاجئ على الجميع. غادي نواصل معكم هذا النقاش لان صراحه هذا فلاش شويه عياني. غادي نواصل معكم النقاش، خليوا لي الاراء ديالكم، غادي نزيد معكم في جوله، وكذلك غادي نواصل معكم هذا النقاش متابعينا الكرام. خليوا لي التعليقات ديالكم